يا مساء الخير ويا اهلا وسهلا بكل الاهلاويه. يوم جديد، حلقه جديده، السادسه. مكاسب بالجمله الحقيقه حققها نادي الاهلي امبارح في مباراته اللي جمعته طبعا مع سموحه. خليني بس قبل ما اتكلم في المكاسب اقول انه ده شكل الاهلي لما يكشر عن انيابه، ده شكل الاهلي اللي احنا منتظرينه. اما عن المكاسب فبالتاكيد طبعا اهم المكاسب دي ثلاث نقاط بيضافوا الرصيد النادي الاهلي يرفع بيها رصيده للنقطه 45 ويحافظ بيها على فرصته في صداره الدوري العام. اما الحقيقه فيما يتعلق بالاداء فبشوف ان الحقيقه المباراه امبارح كانت مفيده على اكثر من مستوى. بدايه الجمهور استمتع بعرض قوي، نعم، مع خصم الحقيقه قوي ومنافس محترم جدا. فرقه سموحه مقدمه موسم كويس ومحققه نتائج كويسه وبتضم كمان يعني تشكيله محترمه من اللاعبين، فبالتالي تجربه تقدر تقيس عليها قدره وقوه النادي الاهلي. تاني المكاسب دي هو السكور الحقيقه. سكور اللي حققه النادي الاهلي 4-0 نتيجه كبيره جدا، كانت بالمناسبه وبسهوله شديده جدا قابله للزياده. الحقيقه الاهلي امبارح اضاع فرص كتير جدا، ورغم كده الحقيقه يمكن حقق نتيجه كويسه جدا انا كنت يمكن توقعتها قبل المباراه وبلغتها وقلتها، والحمد لله قدرت لعيبه النادي الاهلي ان في حاجات كده بتيجي بالسنس، في حاجات كده ربنا سبحانه وتعالى يقول لك، يعني الناس تسالك النتيجه كام فيبقى احساسك انها طالعه سكور فلاني. انا امبارح قلت قبل المباراه والناس كانت مستغربه جدا ان انا اقول 4-0، لكن الحمد لله حصل. الاهم من ده الحقيقه هو حاجتين مهمين جدا. نمره واحد انه في لعيبه في النادي الاهلي النهارده مهما بعدت عن المشهد، مهما غابت لفتره، لما بتحط رجلها في الملعب بتحس انها ما خرجتش بره القائمه الاساسيه او بره السكواد الاساسي فتره طويله. يعني امبارح انا شفت ياسر ابراهيم، وبالمناسبه ياسر كان واحد بالتاكيد لعيبه كلها كانت نجوم، لعيبه كلها كانت رجاله امبارح، وتابعت كده على السوشيال ميديا ردود افعال الجمهور. الحقيقه ما فيش حد امبارح ما قداش، والجمهور راضي بشكل كبير جدا 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 على كل اللعيبه امبارح، مبسوطين جدا من العرض ومبسوطين اكتر من النتيجه. لكن اللي كنت بقوله انه لعيب زي ياسر يبعد ولما يرجع تحس انه الحقيقه فورمه عاليه جدا. ياسر امبارح كان واحد من نجوم الماتش. رامي لما يبعد فتره ويرجع تاني تحس انه هو كان اساسي طول الفتره اللي فاتت. ايمن اشرف يغيب ويرجع تلاقيه جاهز، ودي نقطه في منتهى الاهميه وترفع من قوه ومن قدرات الفريق ككل. النقطه الثانيه حسين الشحات. حسين الشحات امبارح الحقيقه مش امبارح بس، يمكن من مباراة الترجي وهو واضح انه مركز جدا، وده اللي انا كنت بطلبه من حسين الشحات طول الفترة اللي فاتت. لعيب في مناسبات كتيرة جدا اثبت قدراته، كانت اشكاليته الوحيدة هي الاستمرارية، وتعرض في فترة من الفترات لضغوط كبيرة جدا، لكن امبارح الحقيقة كمان اكد حسين على القدرات دي. ربنا اكرمه طبعا في كرة سجل منها الهدف الثاني للنادي الاهلي، لكن انا بشوف الحقيقه انه لقطه المباراه امبارح الهدف الملغي لحسين الشحات، وكنت اتمنى جدا 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 ان الكرة دي ما تبقاش اوفسايد، لانه واحد من احلى الاهداف، ان ما كانش يمكن احلى هدف سجل في البطوله خلال الموسم كله، وواحد من الاهداف اللي ما يجيبهاش غير لعيب كوره على اعلى مستوى. هو ده حسين الشحات اللي احنا مستنينه، وهو ده حسين الشحات اللي جه، وهو ده حسين الشحات اللي نتمنى انه يحافظ على مستواه وعلى تركيزه. وطبعا ده الجون اللي انا بكلم حضراتكم عليه، استلام، تشميسه، دبل كيك، رد فعل في جزء من الثانيه. يعني هو يمكن حتى زميلي محمد ابو علي فكرني ان ريفالدو كان لما كان بيلعب مع النجم البرازيلي، طبعا كان لما كان بيلعب مع برشلونه كان ليه هدف مشابه. كره صعبه جدا انك تستلم في منطقه الجزاء وتشمس اللعيب وتاخد قرار في جزء من الثانيه انك هتلعب الكره دبل كيك باكوردز بالشكل ده، كره اكتر من رائعه. هو ليه كره كمان قبلها الحقيقه يمكن رقص فيها الهاني سليمان مرتين وقعده على الارض، لكن اللمسه الاخيره ما كانتش بالدقه الكافيه فطلعت فوق العرض. لكن امبارح حسين بيقدر يقول انه انا لاعب مؤثر جدا وقادر جدا ان انا اخلق مساحات لنفسي واستلم بشكل رائع واخد القرار في جزء من الثانيه، وده مواصفات الجناح اللي يليق بالنادي الاهلي. حسين بياكد على ده في مباراه امبارح، ونتمنى ان شاء الله التوفيق ليه، محتاجينه بالتاكيد في الفتره اللي جايه، ومحتاجين كل لعيب في النادي الاهلي. طبعا خليني اقول لحضراتكم احنا يمكن المعضله اللي مش حاسين بيها قوي هتكون بعد ان شاء الله نهائي دوري الابطال، عشان كده
هيغيب عننا طبعا 6 لعيبه وهيغيب عننا كمان محمد الشناوي، فعشان كده محتاجين كل واحد من عناصر النادي الاهلي تكون في اعلى مستوياتها عشان نعوض الفتره الصعبه اللي ممكن تستمر، ونتمنى ان احنا انها تستمر لنهايه الاولمبياد. 6 ماتشات ممكن يكون غياب لعيبه المنتخب الاولمبي او لعيبه الاهلي في المنتخب الاولمبي ومعاهم طبعا محمد الشناوي. على كل الاحوال كل التوفيق للنادي الاهلي.